أنتم إلى حلقة جديدة من برنامج واينت. 30 من نوفمبر عام 1967، يوم الخلاص الأخير من الاستعمار البريطاني بعد قرابة 4 سنوات من الكفاح المسلح عقب اشتعال ثورة 14 من أكتوبر عام 1963، عندما انطلق الثوار من جبال ردفان في مهمة شاقة ومسيرة ملحمية سطروها ببسالة رفضا لمشروع المحتل الذي كان حينها توغل في نفوذه خلال 3 قرون من الاحتلال، وترك إرثا ثقيلا لليمنيين في المحافظات الجنوبية وأبرزها ربما حالة التفكك والسلطنات التي مثلت عنوانا بارزا للعقود الطويلة من الاستعمار. وفي الذكرى 55 لعيد الجلاء ورحيل آخر جندي بريطاني، يستذكر اليمنيون هذا اليوم وما أشبه الليلة بالبارحة في ظل وجود المحتل الفارسي بثوب حوثي. نستعرض معكم أهم التغريدات والمنشورات حول هذا اليوم العظيم، والبداية كما عودناكم مع فقرة وايت تويت. ننطلق بأول تغريدة للرئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي الذي غرد في يوم عيد الاستقلال، يقول: نهني أبناء شعبنا العظيم بمناسبة عيد الاستقلال 30 من نوفمبر الذي مثل تتويجا لنضالات عظيمة على امتداد وطننا الكبير. نجدد العهد مع أبطال القوات المسلحة والأمن لذلك الرعيل الفارق من القادة الملهمين. إننا على درب الحرية والعدالة والشراكة والجمهورية ماضون. أما الدكتور أبو بكر الغربي فحث في تغريدته على التمسك بمبادئ الثورة وقيمها النبيلة، والتي بفضلها تحقق عيد الاستقلال في 30 من نوفمبر عام 67. يقول في تغريدته: في عيد استقلال اليمن من ظلم الاستعمار وهيمنته، نترحم على شهدائنا الذين ضحوا بحياتهم، وتهنئة لشعبنا اليمني العظيم بانتصاره، ولتكن مناسبة للتمسك بمبادئ الثورة وقيمها وللتخلص من الأحقاد، وبداية لمصالحة وطنية تنهي الصراع وتوجه الطاقات نحو بناء يمن جديد ينعم بسيادته ووحدته وأمنه واستقراره. يمثل عيد الجلاء في 30 من نوفمبر حصيلة أدركها الشعب من خلال معرفته بخضر المحتل. يقول نايف عظة العماد في هذا السياق: عيد الجلاء 30 من نوفمبر هو نتاج إدراك الشعب بخضر الاحتلال، وتأكيد لحقائق تاريخ الماضي لعظمة شعب يستحيل أن يقبل بالمحتل، وهي رسالة لمن يتوهم أنه بإمكانه أن يحتل جزءاً من أرض اليمن أو جزءاً من ثرواته. أما مختار الفقيه فغرد عن عدم استسلام الثوار الأحرار لمناهضة ومقاومة المحتل البريطاني لأكثر من 129 عام، يقول في تغريدته: عيد الجلاء 30 من نوفمبر، 129 عاماً من الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن. لم يسلم الشرفاء من أبناء الوطن لاحتلالهم البغيض يوما واحدا، بل تواصوا بالمقاومة له جيلا بعد الجيل. سيرحل الدخلاء مهما طال الزمن.
الأجداد الذين نسجوا هذا التاريخ بدمائهم وأرواحهم وضحوا بحياتهم من أجل رفعة واستقرار يمن قوي وموحد يستظل بعلمه كل أبنائه وينعم الجميع بخيراته. وغرد محمد الظبياني حول رهانات الاستعمار بين قوى الإمامة والاحتلال. المصالح الأجنبية وتعزيز الاستبداد والكهنوت والظلم الإمامي. وأخيرا من تويتر غرد بن الإيرانية. عبد الباسط البحر كتب حول الجهود التي قام بها الثوار بقيادة لبوزة والتي انطلقت من جبال ردفان وما تحقق بعدها من وحدة يمنية وعربية شاملة. يقول في منشوره: العيد 55 للاستقلال المجيد في 30 من نوفمبر عام 1967 تتويجاً لثورة 14 من أكتوبر التي انطلقت عام 1963 من جبال ردفان الأبية بقيادة الشيخ الشهيد راجح بن غالب لبوزة والذي استشهد مع مغيب شمس يوم الثورة وكان في صدارة أهدافها جلاء المستعمر الخارجي والقضاء على المستبد الداخلي والسعي لتوحيد المناطق اليمنية بصورة كاملة وصولا إلى وحدة عربية شاملة كما ورد في أحد أهم أهدافها. ونشر عزام حنشل حول عظمة 30 من نوفمبر وما يعنيه بالنسبة لليمنيين الذين تنفسوا من بعده الحرية. يقول في منشوره: 30 من نوفمبر مشكاة الحرية ووهج الاستقلال وكاشف أدوات المحتلة، عيد الجلاء العظيم يحل علينا في ذكراها 55. نحتفي بهذه الذكرى العظيمة ثورة الآباء والأجداد لتخلد فينا روح الحرية والاستقلال. عيد الجلاء 30 من نوفمبر. قاسم أبو مرضى يحث في منشوره عن أهمية توحيد الصف من أجل مواجهة المحتل الجديد والمتغطي بثوب فارسي. يقول قاسم في منشوره: يا
يحتفل اليمنيون بذكرى عيد الجلاء 30 من نوفمبر وخروج آخر جندي بريطاني من أرض اليمن، وهم يواجهون محاولات الانقلاب على مبادئها وقيمها. نتمنى الالتفاف والتوحد والتكاتف والاصطفاف من جميع اليمنيين لمقاومة كل محتل ورفض الخضوع والاستكانة للمستعمر الجديد اليوم والمتغطي بالثوب الفارسي. مثل انتصار ضرط المحتل من عدن وخروج آخر مستعمر بريطاني يحتاج إلى إيمان ثابت بضرورة النصر والمواصلة نحو الكفاح المسلح، وهو ما يحتاجه اليوم أبناء اليمن لضرط ميليشيا الحوثي في المناطق في صنعاء وغيرها من المحافظات، يقول سنان جرمان في هذا السياق. الإيمان بالكفاح المسلح والعمليات الفدائية التي نفذها أحرار أكتوبر ضد الاحتلال البريطاني والدعم الشعبي والعسكري الذي قدمه ثوار سبتمبر عوامل أسهمت في توحيد جهود المناضلين وإحداث هزيمة ساحقة في نفوس قوات الاحتلال البريطاني وتحقيق الاستقلال. وتحدث أحمد سعيد العماد عن ما يمثله عيد الجلاء من تحفيز للدفاع عن سيادة اليمن، يقول في منشوره: تمثل ذكرى يوم الجلاء تحفيزا كبيرا للدفاع عن سيادة اليمن وكرامة اليمنيين وحقوقهم، ويلزمنا من خلال احتفائنا بذكرى ثورة 30 من نوفمبر أن نستعيد قيمها الخالدة المتمثلة بالحرية والاستقلال والكرامة ويستمر النضال. ونشرت حنان يحيى حول الإرادة العصية التي يمتلكها الشعب اليمني ومواجهته لكل محتل، تقول حنان في منشورها: أعلن الشعب اليمني في 30 من نوفمبر عام 1967 أن إرادته عصية على القهر مهما بلغ حجم وقوة المستعمر. تلك الإرادة الجبارة ما زالت حية مقتدرة وأظهرت نفسها في مأرب وتعز وغيرهما من جبهات القتال، رافضة الخضوع والاستكانة لمستعمر اليوم الفارسي الذي سيندحر قريبا بذات إرادة الحرية. أخيرا من فيسبوك، نشرت آمنة عتيق حول تتويج انتصارات وثمرة نضالات الشعب اليمني في مواجهة المحتل، تقول في منشورها: كانت ولا تزال ذكرى الجلاء في 30 من نوفمبر تتويجا لانتصارات